وللقاء الضوئي أكثر معنا عبر الهاتف على الهواء مباشرة سعادة السيد أحمد صباح السلوم، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. سعادة النائب، ما هي أبرز العوائد التي سيجنيها البلدان الشقيقان من مجلس التنسيق السعودي البحريني؟ في البداية أرحب بكم أجمل الترحيب، وطبعا الحديث بشكل موسع عن قرار مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية بشأن التباحث مع الجانب البحريني لرفع مستوى رئاسة مجلس التنسيق المشترك لأولياء العهود بالبلدين الشقيقين. أود التنويه أن القرار جاء انعكاسا للعلاقات الوثيقة التي تربط المملكتين الشقيقتين، وبالتالي فإنه سيسهم في فتح المزيد من مجالات التعاون بما يحقق التكامل في جميع المجالات. طبعا العلاقات الوثيقة التي تربط مملكة البحرين بالمملكة العربية السعودية هي علاقات ممتدة ومستمرة، وأن استمرار تعزيز العلاقة بين البلدين يحقق العديد من المكسبات على كافة الأصعدة. أن الاجتماع الثنائي اليوم برئاسة ولي عهد مملكة البحرين وولي عهد المملكة العربية السعودية سيساهم في زيادة المنظومة الاقتصادية، والتي ستعمل على إيجاد العديد من البدائل والطرق لإيجاد كافة التدابير والإجراءات لرفع المستوى الاقتصادي والتجاري بين البلدين، مما يجعلها نموذجا لدول المنطقة والعالم. وكذلك في ظل الأوضاع التي تشهدها المنطقة، سواء كانت الأمنية التي تتطلب تعزيز التعاون العسكري والأمني لمواجهة أي تحديات، بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية والصحية، وهي كذلك تتطلب توحيد الجهود والرؤى، وأن التنسيق المستمر سيدفع بالعمل الثنائي المشترك نحو آفاق أرحب، كما أن توحيد الجهود وزيادة الروابط الهادفة إلى توفير كافة المقومات التي تعود بالنفع على المواطنين من خلال إقامة العديد من المشاريع المشتركة وتنميتها، وأن إنشاء جسر الملك حمد سيعمل على تعزيز النشاط الاقتصادي والمساهمة في زيادة الناتج المحلي للمملكتين الشقيقتين. وبالتالي فإن قرار تشكيل مجلس التنسيق السعودي البحريني برفع مستواه سيوضع رؤية مشتركة تعمل على تعميق واستدامة العلاقات بين البلدين بما يتسق مع أهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تعزيز المنظومة الاقتصادية المتكاملة بين البلدين، وإيجاد الحلول المبتكرة لاستغلال الأمثل الموارد الحالية، وتوحيد الجهود وزيادة الروابط الهادفة إلى توفير كافة المقومات التي تعود بالنفع على المواطنين من خلال إقامة العديد من المشاريع المشتركة وتنميتها، بناء منظومة تعليمية فعالة ومتكاملة قائمة على نقاط القوة التي تتميز بها المملكتين لإعداد الأجيال ذات الكفاءة العالية. كذلك في ظل الأوضاع الأمنية التي تمر بها المنطقة، تتطلب تعزيز التعاون والتكامل بين المملكتين في المجال السياسي والأمني والعسكري بما يعزز أمن ومكانة المملكتين السياديتين الإقليميتين والدوليتين، ضمان تنفيذ الفعال لفرص تعاون الشراكة بين المملكتين، وذلك عبر آلية واضحة تقوم على منهجية متكاملة لقياس الأداء بما يكفل استدامة الخطط والبرامج. نعم، إذن السيد أحمد السلوم، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، شكرا جزيلا لك.